يعني والد الأسرة الجد لهذه العائلة ليحدثنا عن ما جرى في هذا البيت وفي هذه الشقة. أستاذ عودة، يعني احكي لنا شو اللي صار هم بالضبط؟ اللي صار انه في اخر يومين في رمضان، في بدايه الحرب على الامنين، كانوا نايمين واشتروا اواعي العيد. اسره مكونه من ابو واطفال وامهم ناموا على اساس انه بكره العيد، بعد بكره العيد يفتح يحتفلوا زي باقي اطفال العالم بيوم العيد بيوم الفرح. استيقظوا على كارثه، كلهم اموات، كلهم. مين كان في احكي لي مين كان في الشقة هان، ومين هم وقديش عمرهم؟ هم اللي كان موجود هنا، الابو وهو محمد عودة التلباني عمره 31 سنة، الزوجة ريم سعد التلباني عمرها برضه 31 سنة، الاطفال زيد عمره 5 سنوات، البنت اسمها مريم عمرها 2.5 سنين، الأم حامل في الشهر السابع. الحين هم كانوا موجودين فاستيقظوا على كارثة، فالبنت بفعل الصواريخ اللي ضربت على المنزل والدمار اللي انتم بتشوفوه على الشاشة، البنت ظلت، اجى الدفاع المدني مرتين ثلاثة يدور، البنت ظلت مفقودة من أول يوم في الحرب. دفنا الأم والبنت، الأم والابن زيد، والبنت ظلينا ندور عليها مش لاقيينها، وين راحت البنت احنا مش عارفينها. ففي الاخر لما وقفت الحرب وجدناها بين الركام، فكانت متعفنه فمتحلل الجثه. فسبحان الله، يعني طفله زي هذه، اطفال، ام واطفالها، ابوهم في حاله موت سريري في المستشفى لحتى الان، الله اعلم ممكن يعيش وممكن الله يلحقهم. فالحمد لله. برضه احنا بنقول احنا شعب فلسطين، احنا القدس ثمنها غالي، احنا برضه بنحتسب عند الله شهدائنا، وبنقول انه الوطن له ضريبه، واحنا بس لكن احنا مأساتنا انه اللي بيدعوا على الاعلام، احنا انظرناهم على انهم يخرجوا من البيت وما خرجوش، هي ظاهره واضحه انه هم لما بدهم يقصفوا لن ما بيبلغوا ولا بيستأذنوا، بيضرب الأم وأطفالها وأبوهم في نفس الدار، ما استأذنوا ولا قال لهم اطلعوا برا الدار. احكي لنا عن يعني عن محمد، عن الأولاد الصغار، عن أحفادك، يعني آخر مرة شفتهم حكيت معهم، احكي لنا عن هاي المشاعر. أحفادي لما جيت عندهم هنا قبل الحرب كانوا مبسوطين، بقول يا جد قديش بدك تعيدنا، مبسوطين إنه العيد جاي، بدهم يفرحوا زي باقي أطفال العالم، بدهم ينبسطوا زي باقي أطفال العالم. فبقولوا قديش بدك تعيدنا، وقاعدين مبسوطين بيتباهوا يعني مع الاطفال. ابوهم بيقول لي، قاعدين بيقول لجيراننا احنا جدنا هي وجدتنا عنا هي، هم قاعد موجودين في الدار وبدهم يعيدونا، مبسوطين للعيد، ابونا اشترى لنا ملابس العيد حنعيد، قاعدين بيستقبلوا، بدهم يعيدوا زي باقي اطفال العالم ينبسطوا بالعيد. فوجدوا العيد في الجنه، وجدوا العيد انهم مش حيعيدوا. هيني انا فقدهم اليوم، انا في لما اجى العيد فطلع الأطفال كلها فرحانة، الطفل الموجود ولو إنه طالع من بين الركام لكنها دخل موجود بينه. اليوم إحنا أنا فقدت العيلة كلها، أنا اليوم فاقد عيلة، أبو وأم وأطفالهم، عايش لحالي. يعني أنا بحس إنه أنا فقدت كل شيء في الدنيا، يعني الدار اتدمرت، كل يعني زي ما بيقولوا إنه هو وماله ذهب، يعني كل اللي له راح دمار. يعني حتى يعني ولو انه ما على الله بعيده، نسال الله ان يشفيه، لكن الامل على الواقع يعني موت سرير، وضعه صعب 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 حرج، لكن لو الله احيا ماله راح، اولاده راح، مرته راح، كل شيء راح له، ايش في حياته؟ الحين بيطلع من الدنيا يعني موضوع يعني صعب جدا. يعني هو داخل في مرحلة انه فقد كل شيء في حياته، هذا ان الله اعطاه عيشه، واذا عاش هل حيعيش بإعاقة؟ هل هي يعني مخه برا، جسمه متكسر، ايديه متكسرات، رجله متكسر، وكله محروق من اثر النار، النار دخلت واستشق النار في رئتيه، النار، فوضعه صعب صعب صعب. يعني احنا بنقول انه باب الرحمن فاتح، لكن الوضع صعب.
يعني اربع صواريخ تسقط على شقه سكنيه، يعني هذا حجم الدمار المهول، يعني انت كيف يعني ممكن يعني ايش بتقول في هذا الامر؟ انه عندما يسقط صواريخ على الناس امنين، على اطفال وعلى نساء حوامل، يعني ايش كيف اول شيء احكي لي كيف تلقيت الخبر، بعدين احكي لي ايش رسالتك؟ انا تلقيت الخبر بذهول بذهول بذهول، يعني انا بعرف يعني زي ما بحاولوا يسوقوا الروايه في الاعلام انه اخرجوا من بيوتكم، وين اللي يخرجوا من بيتكم؟ وضربوهم وهم نايمين، كانوا الساعه 2 نايمين، نايم واحد نايم، انت لا قلت له اطلع ولا قلت له غيره ولا غيره تغيراته، هو نايم انت ضربته. انا بالنسبه لي يعني اعتبرتها يعني حتى وقف الحرب الصح اللي دمر هالدمار هو اللي يعمره، يعني نتنياهو هو اللي لازم يعمر هذا الدمار مش اي حد غيره، لانه انت دمرت بدك تعمر عشان ثاني مره ما تدمرش، عشان ثاني مره تعرف ان اللي بدك تدمره انت اللي بدك تعمره، مش بده يجي حد ثاني يعمر، لا انت اللي بدك تعمر، انت اللي بدك تدفع الثمن. ليش تدمر ناس امنين؟ بدك تحارب جندي لجندي قبل المقاومه، انت حر بعيد عنها، بعيد عن اولادنا، بعيد عن دورنا، انت قتلت اولادنا وهم نايمين، احنا ايه ذنبنا؟ ايه ذنبنا؟ انت مدالك عسكري وعندك طيران وعندك جيش، قبل العسكري قتل العسكري. نعم، يعني كما تلاحظون يعني هذه المشاعر الانسانيه، يعني رجل يفقد كل يعني عائلته كامله. نعم ابراهيم. الاب والام والجنين والاطفال، وبفعل صواريخ مدمرة، يعني الصورة تتحدث عن حجم الصواريخ وحجم الدمار الذي لحق بهذه العائلة، عائلة التلباني التي فقدت يعني محيت من سجل المدني الفلسطيني، يعني هذه الجريمة هي أيضا في ضمن سلسلة الجرائم الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هذه واحدة من القصص المأساوية وقصص الحكاية الفلسطينية، قصص الفلسطينيين الذين يتعرضون للضرب وللقصف وللتدمير والاستهداف. يعني نتحدث عن عائلة مدنية كاملة بأطفال، يعني عندما يتصور الإنسان لا يستطيع أي إنسان تصور أربع صواريخ من طائرة حربية تسقط على منزل يعني تحوله إلى هذا الدمار، وهذه المنزل أيضا الطابق الثاني من المنزل أيضا مدمر بصورة كبيرة، والآن يعني كما تشاهدون الدفاع المدني يحاول يعني حماية الناس والمارة من خلال إنزال بعض الكتل الإسمنتية الكبيرة حتى لا يتضرر الناس، هذه واحدة من الصور وهذه واحدة من الشواهد التي تدلل على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي يعني جرائم حرب صريحة وعلى الهواء مباشرة يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.